كل هاي الستايلات بتفوت ضد بعض لما نوصل للنهائي. لكن خلينا نشوف بمباراتنا السادسة هاي، هل يا ترى حيكون في عنا اسم جديد طالع بالفيكتوري رويال، ولا هل حنلاقي نفس الأسماء؟ أوه ذا الكلام، السؤال اللي من جد كلنا جالسين نستنى إجابته أعزائي المشاهدين والحاضرين. بطولة لاعبون بلا حدود، من جد أسمع أسمعني كويس، بلا حدود. اللعيبة دول كلهم ما عندهم أي حدود. بداية الجيم الثاني للبطولة هذه في داي 2 أعزائي المشاهدين في الريجن حق الأوروبي، زي ما أنتم ملاحظين الباص جالس يشق الخريطة شق أعزائي المشاهدين، وجالسين يتنشروا حوالي الخريطة ويحاولوا قد ما يقدروا يضبطوا نفسهم من ناحية الأيتمات ومن ناحية الأسلحة ومن ناحية الرصاص الحاجات هذه تجهيزا للفايتات المستقبلية. أنا صراحة جدا متحمس صراحة يا سان ستورم، أبغى أشوف يعني الجيم الثاني قديش ممكن يأثر عليهم في باب إنه خلاص خلصوا الجيم الأول. أكيد في أخطاء حتتعدل، أكيد حاجات البلاي ستايل حنشوفها مختلفة، حنشوف برضو دروبات ممكن تختلف من كذا تيم في الجيم الثاني حقة اليوم. خلينا نشوف، في بعض السكوادات يمكن تعمل تغييرات بسيطة، وفي بعض السكوادات حتظلها مستخدمة نفس التكتيك بأنهم خلينا نقول طالعين بنتائج عالية ونتائج قوية. توزيع مش بطالة، في عنا يمكن نشوف أكم فايت في بداية المباراة، يمكن نكون في أكم دوز نازلين قريب عن بعض. في عنا كون لشا مع بيركولينو، نشوف لشا وبيركولينو شو حيقدر يعمل، لأنه في كمان دوز متوجهين معاهم بنفس المنطقة. سنتريك مرستاش، مرستاش أوريدي ماخذ نوك، لكن ماليبوكا بحاول يحمله ويضله ساحب. خلينا نشوف إذا لاش بقدر يصيده. لاش قرب يخلص على فكرة على اللاعب اللي حامله، كمان ضربه وكان قدر يخلص عليه، لكن على آخر شيء عن جد. لكن ملكه ملكه بيقدر يعمل الريفايف. لاش ما أظن حيقدر يوصل لنفس المرتفع اللي مخدينه سكواد تي تي ناين، لكن بوركولينو يمكن يقدر يقرب، لكن الاثنين فشلوا بالوصول للهاي جرام. يا سلام يا سلام، لو تلاحظ ما ادري اذا لاحظت ولا لا، 84 ترى لاعب ما شاء الله دخل في الجيم الثاني. يا 43 دو 75 اللي متواجدين حاليا، ومالي بوكو بياخذ ال1 في 2. بيركولينو يمكن يودع لاشا، عم بيحاول يطير، عم بيحاول يحلق، عم بيحاول يوصل للهاي جراوند اللي ماخذه مالي بوكو، لكن بياخذها بكثير. عالي الشعر اتش بي عم تمزح، كيف لاشا لساته عايش؟ 1 اتش بي انا دريم هذا 100% أمه دعيت له، أقول لك يا من الآن ومصلي الفجر يمكن 7 مرات. اسمع، أمه وسته وسيده والعيلة كلياتها دعيا له، مستحيل من جد يا أبوي. هلت 1 HP يعني مرة شيء صراحة النادر، لكن إذا ما خفضنا تي تي 9 بيخلص الفريزة حقته والله. خلي يشوف مالي بوكا بده ينتقم من الضرب، هذا ما في إلا بس يلفلف عن جد. لكن في عندنا ثيرد بارتي يا كيمودا، في عندنا كمان سكواد. يا الله لو يرجع يطلع على الستريم على الفكرة ويشوف انه 1 اتش بي راح ينقهر 100% والله، مره حيزعل لانه خلاص على اخر شيء. يعني اذا ما كان فاطر حيفطر هذا اللي حيصير فعلا. لكن فريق ويب اللي عجبني فيهم ما شاء الله تبارك الله انهم خلاص ضبطوا نفسهم من ناحيه الموارد قصدي الاسلحه والرصاص سوري، وخلاص بيخشوا فايت. يعني خلاص ما بيخشوا في البدايه، بس اول لما يكونوا جاهزين اسامة عبد الرحمن وضبطوا نفسهم من ناحيه القتلات، وعندهم الحين خلاص 3 بوينتس جاتهم في بدايه الجيم. مرة صراحة شيء خرافي، 71 شخص إلى الآن أعزائي المشاهدين على قيد الحياة، كل ما الأعداد بتنقص. هذا الآدمي كيف عرف؟ كيف عرف الواحد جنبه؟ والله إني أنا ما شفته. يا سلام يا سلام يا سلام على الشباب، ما في إلا طلقة واحدة وفعلا قدر يجيبها. ويف فديل 1 2 3 ما شاء الله على الإيم الخرافي صلاة على النبي. هي هذا الطور أو المود ده يعتمد نسبة جدا جدا عالية، إذا ممكن حتى نسبة 100% على الإيم والردة الفعل السريعة والكيمستري بينك وبينك أنت وحقك ما شاء الله. بالضبط، عندك حاليا كوفاكس وزروكس. زروكس اريد اي ثينك تم اقصائه، فبضل معانا بس واحد من اللعيبه. عم بحاول اقارن واشوف نتائج ريجنال ريجن اوروبي كيف كان. عندك حاليا اللعيبه اللي طلعوا معانا بفيكتوري رويالز، عندك هذا الموضوع بنرجع له بعدين، لانه بيكل 76 بالبوش على دي كي اس. دي كي اس على طول بس بحاول يلف يمين شمال، بركب السياره بيقدر يهرب، بياخذ صاحبه كمان. لا هذا عندك الدو الثاني دو بيكل 76، لكن هلا مع الضرب طلع من عند جارن يمكن مكانه يكون مكشوف. انسز بقلب من السياره، بغير للتراك وبضله ساحب وخلاص، كانه دو قرروا يلوتو ويلعبوا على البليسمنت كمان. ما بدهم يطاردوا ورا كل وحده، ما بدهم يطاردوا ورا لاعب واحد، انه كثير دمج وقتها وحيضيعوا وقت كثير برضه بالمطارده وبتجميع الكل. وغير هيك في كانه سكواد ثالث فعليا متمسكين بهاي جراوند عم بيهددوهم، ولاحظ كيف بدهم يدمروا الدبابه عشان ما تكون خيار اصلا لجارون وبيكل. دقيقه ما عرفت انه عندنا ساوند بورد مع كيمودا
خير يا جماعة. أنا بدخلك جو في البطولة عرفت كيف؟ لكن مرة حركة أسطورية لأنه فجروا الدباب عارف 100% إنه أذاك الفريق حاطين عينهم على الدباب ففجروا خلاص ريحوا ضميرهم ريحوا يعني الفريق الخصم حقه خلاص أنا حفجر لك إياه فأنت روح خذ لك دبابة ثانية. لكن حلو في الموضوع إنه دحين أوفكين حالياً سولو دو عارف إنه في فريق ضده متكامل كينج وجولا جولا فانيل ما أدري جولا فانايل هاي زي كذا لكن عندهم قتلة واحدة اللي هو إذا ما خبضني الدو حق لادم اللي هو سولو دو خلال متوجهين إذا ما خبضني هم مرد أصلا في الدائرة لكن ممكن يدوروا لهم كم قتلة على اليمين والشمال. لكن الحلو في الموضوع إنه السفينة هذه أول يعني سبيس شيب نقدر نقول ترى مرة خرافية مرة أسطورية لأن ماسكة تقريبا الهاي جراوند أعلى هاي جراوند في اللعبة. وثاني شيء فيها ايتمات مرة جدا جميلة وتقدر تقول انها برضو في جوة الدائرة فمرة ادفانتج حقها جدا جميل. عشان كده في فريقين جالسين يحاول قد ما يقدر يتنافسوا ضد بعضهم لكن اذا ما خفضني اندي لحاله حيسويها واحد ضد اثنين اذا ما خفضني. لا 1v1 كانت فعليا 1v1 او كانت 1v1 فعلا؟ يس اوه هذا سولو دو اوكي اوكي نيفر مايند يب خلينا نشوف كونفاكس ايش حيسوي مع انه مرة صعب حتكون 1v2 انا اشوف انه خارج من الموقف حقه بما انه عنده ال انه واحد قدر يطير. وقلت انس ما شاء الله لاعب جدا مشهور وجدا محترف لعبة فورتنايت برضو معاه تندر ما شاء الله اسمه سبيز واكسيد ريكنز زيرو كيل سيفا لكن ان شاء الله تدش في كم ثاني هذا حتظبط نفسه. 62 شخص على قيد الحياه والله سانستون يعني هذا كبيره ولكن لسه احنا يعني الزون الاولى ما سكرت معانا اصلا ف الأعداد هاي عربوا اللي حطلها موجودة يمكن للزون الثالثة بتوقع نشوف 45 ل 50 لاعب متواجدين بهديك الزون أكيد إنه بالروتيشنات هاي بالتحركات البسيطة يمكن نخسر إنه لاعب هون لاعب هون لاعب هون صح والقتلات اللي في البداية كلها عشان الدروب أوت لما اثنين أو فريقين يخشوا في نفس المكان يب بالضبط. لكن يعني إحنا ذكرنا على الفكرة دي كي إس وشفنا إنه كان قرب يتم إقصائه. دي كي إس اللي حاليا الفرق بينه وبين المركز الثاني 7 نقاط هو وبات سنايبر وراء بكون ماخدين المركز الأول والفرق بينهم وبين كوفاكس وزروكس 7 نقاط فقط فخلينا نشوف إذا حيقدروا يعوضوها بما إنه دي كي إس قاعد لحاله وكوفاكس لحاله الاثنين يعتبروا سولوس وحاليا عم بتنافسوا ضد بعض لنشوف هل يترى دي كي إس بضل متمسك بالمركز الأول ولا هل كوفاكس حيطلع معنا بالمفاجأة أو يمكن حتى اسم ثالث يمكن ريفسكارد يمكن نايادو أنهايدرا يمكن لوشي وستانو في أسماء كتير يمكن تطلع معنا. الزون الثانية بتفيد الفرق اللي موجودة بين المناطق الشرقية لكن طلع كمية السكوادات اللي بالشمال اي شمال مرة وشمال غرب الزون وده عم تقعد خشين كوفاكس وتلاحظ انه كان واحد ضد اثنين اذا ذكرنا ترجع تتذكر لي كوفاكس كان واحد ضد اثنين كان سولو دو دحين بس قتل واحد وبيتخارج من الموقف الحرج اللي هو فيه عنده 2 kills يا رجال عنده هذه كمان 6 نقاط مرة صراحة حلوة لكن ما صح اندي ولا شكله معلق لا انصحها اوكي جدا جميل يلا أونيكس وأيدي وأندي أعتقد لازم تأخذ قرار لتوجه إلى الدائرة الجديدة حاليا والعدد كل ما جالس ينقص لكن على قولتك بشكل جدا بطيء يعني تقريبا كان عندنا 60 واحد على قيد الحياة الحين 58 لمدة أكثر من 3-4 دقائق لكن أنا أسمع كلام في الدائرة الثالثة والرابعة ما هيبقى لك إلا بس 20 تقريبا تتوقع 20؟ لا أنا بقول الزون الثالثة بين 45 ل 50 الزون الرابعة حننزل ل 35 والخامسة جيجي الخامسة جيجي يا احتمال كبير يبقى اقول لك اوه اعتقد بيصير له ساندوش هذا نوت هيل فاير وخويه مات يا اخي اندي دائما يطرط الحارو ده ولا ايش ما شاء الله هذا جاء القتلة الثانية ما شاء الله 6 نقاط تروح للادمي ذا والفريق حقه نوت هيل فاير برضه يا حبيبي الفريسة ما حتوقف يا سلام على الاستفهامات الخرافية الاسطورية بيحاول قد ما يقدر معقولة ايوه ده لسه ما جاب الكل لا لسه لكن اونلي مدر اونكس ادم اعتقد حيخلص الجاب اذا ما خاب ظني رايح له فول اجريسيف عارف انه في البوش بيحاول ها يمين شمال اضرب اي مكان بس اوه يا سلام تخيل يسويها لا مستحيل لا بس على القليل بده يضمن النقاط على القليل بده يضمن الكل صح اوكي بخلص عليه بهي الحاله على السريع بالسبلاش جوس خليه يشوف عندي لا ليش غير رايه ليش ما في بوش استغل الفرصه لا لازم يعمل ريلود اوكي عم بيعمل ريلود عندك للاوغ اوكي دقيقه بوش هالفاير أو سباجيتيو أنت بخلص أوكي بس والله نقص ولا تقريبا 72 ترى مرة كانت هيوج والله يا كانت كتير قريبة حلو يعني بس الصراحة أنا حسيت يمكن غلطة بسيطة إنه أندي ما عمل بوش ما سوى بوش
يا انه ممكن مش كوميونيكيشن من اللي ضده. احس مش كوميونيكيشن. المفروض يقول انه ترى هيلته مره قليل ليت اللي كان وان شوت. ما امزح معك يعني وان شوت. عرفت لما تكون انت مع دو ولا مع سكواد وان اتش بي وان اتش بي بعدين انت ما تصدق انه كلنا نقول وان اتش بي وتلاقي هيلته تقريبا يو نو 150 ولا حاجه زي كذا. بس المفروض كان ياكد عليه انه كان يعني ليتلي وان شوت يعني يمكن كان هيلته تقريبا 60 مدى 40 حاجه زي كذا. فطلقه طلقتين وخلاص كان ينسدح. بس ممكن يعني أعطاله فرصة إنه يزبط هيلث من ناحية السبلاشز. رجع هيلث تقريبا 120-130 وهذا الحاجة اللي سببت هيلث إنه ينقص 70 بعد ما قتله. أوكي أهم شيء إنه جاب القتلة مشي حالك. بالضبط أهم شيء تم تجميع النقاط. بالضبط 28 دوم 53 وزون الثانية بقي لها دقيقة وتسكر وعندنا بي ال كامي مع بي ال ستي. آه شو عم بصير عند ستي وكامي؟ الأوضاع هادية عندهم سيارة عندهم دبابة مرتاحين عندهم لود قوي جدا عندهم حتى الكفرات اللي بدر يستخدموها في الليت ستيجز بالمباراة لما ما يكون في عندك أي صخر أي صخرات أي أشجار أي شيء تقدر تستخدمه ككفر. لكن كامي مشغل مستخدم الدبابة على دهو على الهاي جرام. انت عندك التريبر 2v2 التراك ظلت ساحبة. أليكس جاي بيطلع على طول لكن خلص أوريدي تنوك أول واحد. إندريتا بيحاول يخلص على الثاني وهي الكلتين بتروحوا كل واحد على كل واحد وهي ست نقاط. نتن عندك لويف اللي فيه تهديد عليهم بيجي من عند كمان فريق ويف سكروي وكيكو من لوت بوي. يا سلام يا سلام 50 بلايرز 27 دو فخر الغير اعزاء المشاهدين في بطولة لاعبون بلا حدود للجيم الثاني لدي 2 في اليوروب ريجن. ما شاء الله دائما بيعودونهم ما شاء الله بالاداء الاسطوري صراحة. في اختلاف زي ما قلنا وزي ما ذكرنا في فرق صراحة في الاداء وممكن في الباسف بلاي ستايل زي ما تفضلت. عم تذكر خوي جاسي نادي تعال يا حبيبي خلينا نطلع لازم نروح للسيفز انه ما بقي الا تقريبا دقيقة ونص ونشوف الدائرة الجديدة فين ممكن تكون. اندريت جالس يتلسع تظبط ناحية ال يو نو الشاحن عقاته وعطتها برضو الاكسترا ارمن هذا اللي يثبت نفسه من ناحيه ال يو نو الديفنسيف نقدر نقول. لكن الى الان ما حد راضي يموت يعني هذا تقريبا دقيقه كامله الحين حاليا. بالضبط يعني هاي الشغله اللي حنضلنا نشوفها بريجن اوروبا انه دائما حيكون الستايل اللعب هذه يعني هي زي ما حكينا الزون الثالثه عم بتسكر معنا لسه معنا 50 لاعب. الزون الرابعه حننزل يمكن ل 35 الزون الخامسه خلينا نقول 20 والسادسة جي جي احتمال يبدأ. هنا احنا في الزون الثالثة وما بقي لي 40 ثانية ونشوف الرابع. انت قلت الرابع انه يكون كم؟ قلت لي 45 الى كم؟ انا قلت الزون الثالثة من 45 ل 50 اوكي. الزون الرابعة تقريبا 35 35 انا اقول اقل من 20 اقل من 20 الزون الرابعة اقل من 20 يس. خلينا نشوف. احس انه في ناس حتروح مرة اجريسف في الجيم ده ما ادري عندي احساس هل حاسس اساسا تقول كذا. طب ايش رايك نراهن على البيك وجبه من البيك؟ دقيقه انت عمرك دقت البيك؟ خلينا اسالك. اكيد لا لا تستعمل لا والله اكيد نازل السعوديه اكثر من مره. يا لطيف وكيف اسطوره بالك يا مره كان لذيذ ولا تسلك لي؟ لا لا اسمع حبيبي يا اخي انا زمان اصلا انا وهنكي كنا بنحكي مع ماو واحد من المعلقين من الكويت. ايوه عارف ماو كاست اي ويقول يا اخي البيك والله ما والله يا اخي اكل الكويت احسن بمليون مره اكل الكويت احسن بمليون مره. حددنا له يقول كيف البيك اكل عادي يعني إيه طيب وجرب البيك؟ اي جرب البيك غصبا عنه جربه. انت لسه صايم صح؟ اي والله انت كنت جالس تعذب بنفسك. اوكي اقل من ساعه ثانيه في الموقع هلا ها ايش اخلي ارسل لك البيت من البيت البيك من السعوديه والله يا ريت تخيل ليزن ومسيس نرجع لبطولتنا يا سان ستورمي عن جد بكفي جوع. بيل كامي وبيل سيتي متواجدين بالدبابه حقتهم ب 45 شخص الى الان على قيد الحياه من الكلام عزيزنا وحبيبنا سانستوم إلى الآن على صواب وعلى صح. يا حبيبي أبا أضبط الدبابة حقتك لا تدفدفني. بيل كامي نفس الشيء بحاول أضبط الدبابة حقتهم فريق بي إل. الحين خلنا نأخذ نظر على السريع إليزاندر برضو عنده دبابة إذا مخفضني وبي إل نفس الشيء وبرضو كونتركت وجيكب عندك في ثلاث دبابات حاليا في ثلاث دبابات إحنا كنا شايفينها والله على طول تلاحظ جالسين كل دباب ودباب جالسين يركزوا على بعضهم لانه ما يبغى يكون الا هو الدباب الوحيد في الخريطه عرفت؟ بالضبط لانه هو هذا المره حيكون كومبيتيشن عليه. بتعرف لو من هلا لما اشوف انا مثلا الزون الجايه
اذا انا عندي دبابه بكون قاعد برا زون من هاي اللحظه ببدا ادمر اي كفر بالضبط صح. اي شجره اي صخره دمرها اي سياره دمرها صح عشان ما خلاص انه تكون ارض وما فيها اي كفرت بالمره صح صح اتفق 100% والله هذه صراحه فكره مره خرافيه ودوب فكرت فيها للامانه فول سبا ما جالس تلعب يا سلام الناس اللي فوق البيت مين هذول كوبي وسايكو نفسه ما شاء الله بيحاول يتراجع من الموقف حقه معليش جالس يقول لجيك معليش انا عارف انك انت مت وسبت عليك لكن ان شاء الله اعوض لك يا صاحبي ما في الكوب طلع معاي والله طلع معاه خلاص الاثنين سولو دوز وخلاص نظبط بعض يا سيدي شوف مخلي يعني راس المدفع قدام لانه بس لو حرك يمين شمال حي لا 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 حيلسعك انتبه حط راس المدفع قدام اوه يا غير يا غي ليش طيب اوكي هلا بطيني اذا هو كان سولو اذا هو كان سولو انا بخلي اللي عم بسوق الدبابه عايش لكن اذا انت دو لا تحكم بالدبابة وخدها اسرقها وحاليا عم بركزوا على السكوادات الثانيه كوب مركز عندك على اليانترا والتراك يب لكن طبعا ترت كل شوي بنعمل له اوفر هيت فلازم تستنى فعم بحاول انه يوازن توقيته باستخدام المشين جن في عندك باص بالخلفيه كوفاكس ودوتو عم بحاول يمشي ويفوت على الزون حاليا احنا شايفين دبابه واحده يا اخي شيل المبنى خلص ما طلش شيل يا طب في حيطه واحده حيطه واحده بس شيلها خلاص قاعده قهرتك شكلها عن جد قهرتني عرفت اللي يفتح البطاطس من تحت ولا عرفت الحاجات هذه اللي تقهر هذا أيوة نفس الشيء بعدين كسروا لك هم المبنى ما عدا بس جدار واحد ياهو ايوه طيب اللي قطع لك الكيكه مثلا مربعات قطع لك البيتزا من غير الكراست ايش مالك بالضبط مين زعلك مين زعل اوه والله على قولتك نفس العجز اللي انت كنت حاطه في بالك 30 لكن الحين نزل 29 كوب لما تيجي شكله حيرجع للوبي ما في الا وان شوت ريمينينج عنده خمسة قتلات مرة صراحة شيء أسطوري هذه كم يعني كيف تسعى HP وما هيل أنا مش عارف نو ايديا هذه كنت بقول إنه صلي بس روبين فما أعرف فالكون أندليكس أعزائي المشاهدين اللي صار له نوك أوت واحتمال كبير يرجع إلى اللوبي بما إنه 50,000 واحد خصم جنبه وكمان مفتوح على الساحة 26 شخص على قدر أعزائي المشاهدين 14 إيش بك أنا بطلع إنه بس كليات التركات بتمر جنب بعض يا أخي هذا اللي عم بيصير ودبابة واحدة بتقول يا أخي طب أنا مين أضرب في تركين على اليمين ثلاث تركات على الشمال واحد متكفر وراي واحد في بيت قدامي طب وبعدين Welcome to Fortnite. عن جد Welcome to Fortnite. وهي العشرين لاعب عشانك. قل ها شو صح شوف قلت لك على الزونة لا والله صار الخامس أوكي never mind. أنا كنت بايش أشوف إذا كلامي صح ولا لا. أنا قلت لك الزونة الخامس 20 الزونة السادس جي جي. يا أبو ذا الكلام لكن لسه الماتش ما خلص ولا سانستون كل الناس جالسة تحاول قد ما تقدر توصل إلى المركز الأول أعزائي المشاهدين حازر كم المبلغ للمركز الأول كم يأخذ $250 الأوروبي المركز الأول يأخذ $250 يعني بعد من يفوز بالمركز الأول خلاص أنا أشوف إنه يعني سوي هاير لي بدلر صح ولا لا $250,000 يب 250,000 250 بس خلاص افهم يعني كمان 2 مليون دولار على البطوله هذه ما جائزه 2 مليون والناس تسمع بياخذوا بس 250 والمليون الباقي المليون كل الكاسترز مستحيل تخيل الكاسترز ناني خلاص ايفنت واحد باي باي يعطيك العافيه ايه تقول لي خلاص ام جود فور لايف لكن أعزائي المشاهدين لسه البطولة ما خلصت بطولة لاعبون بلا حدود الجيم الثاني اللي دي 2 في الريجنال الأوروبي لكن لسه ما خلص كلام الناس جالسة تتلسع واحدة ورا الثاني 12 شخص على قيد الحياة أعزائي المشاهدين 6 دوز يعني بكل اختصار 6 تيمز كلهم متكاملين لكن مع الأسف الشديد واحد مات وجالس يلسع أنا بخلي راس المدفع قدام ما حتقتلني ما حتقتلني انتبه يا صاحبي بيكل بس يبيغ الراس حق المدفع ذا إنه يلف يا يمين يا شمال وحيجلس يلسع أبو كينك لكن إلى الآن متواجد ومزبط نفسه لكن الحلو في الموضوع أن نياد ويكن هايدرا إلى الآن متواجدين يا سانتروم بالضبط إلى الآن متواجدين آخر أكم دوا آخر أكم لاعب 9 لعيبة نياد أول واحد عم بتنوى كينج مين عم بحاول يجيب ويضمن نقاط عندك بيعجبني إنه بيكل هو اللي قاعد على الترت وصاحبه متنوك على الأرض وراه هو مركز على الكلات مركز على النقاط ومركز على آخر هذا المفروض خلاص على آخر شيء
على اخر شيء خلاص انه انا احاول قد ما اقدر اجيب قتله قتلتين. انا عارف قدو انك انت زعلان مني بس انا بجيب النقاط. هذا اللي حيفيدنا ان شاء الله في نهايه الجيم اعزائي المشاهدين والحاضرين. اللحظه المنتظره اللي احنا من اول نستناها هذه بطوله لاعبون بلا حدود. هذه المتعه البصريه اللي احنا من اول نستناها. ما عندهم اي حد. احاول قد ما اقدر اني ما استسلم بغض النظر الموقف المحرج اللي انا فيه. يا ابوي اشرب شاهي بالله. جاسي والله جاسي يشرب شاي يا شيخ. يا جاسي يشرب شاهي بريطاني هذا الادمي وجالس يطرطع في الناس. يا صلاة على النبي كينك مكسر ما شاء الله عنده بقتلتين قوية عنده ثلاثة ما شاء الله تبارك الله. هذا الرجال كم 9 نقاط عزام مشاهدين. 5 اشخاص على قدعي. هذا قلب لك انا الشجرة واخذ لك الشاحن وفقع. اخذ الشاحن وفقع. يا مجنون يا مجنون ما شاء الله ماجيكلي وات لانتكين الان متواجدين. ما اعرف مين اعلق ومين اخلى عزام مشاهدين. مرة تقريبا ابو كم ثاني وما حد راضي يموت لسه ما خلص كلامي. الا واحد رجع الى اللوبي. اتس تو فيرسس تو سيتويشن 2-2 بيتلسع لسعات خرافية من فريق اتلانتا. واكون اعزام شاهدين الف الف مبروك الفريق هذا لبطوله لاعبون بلا حدود. الجيم الثاني تروح الفريق هذا ما شاء الله تبارك الله. يا لطيف يا اخي شو النهاية. المتعه البصريه المتعه البصريه في اوروبا ارجع واقولها ويعني اقولها وكل ثقه والله ان افضل من المدريس. انا صراحه ما شفت النورث امريكا لكن ما شاء الله تبارك الله على الاداء على البلينج سيف على البلينج باسيف على الناس الكوميونيكيشن بينك وبين الدو حقك شيء يعني امشيش والله والله مكوع بالسياره ومعه احلى كاسه شاي مع بسكوت. انت لاحظت انه هذا بغض النظر لحاله جالس يشرب شاي وكمان لعين انه جالس يقتل الناس قسما والله انه لعين يا اخي. والله ستايل اللعب الاوروبي كثير كثير ممتع من ناحيه المتابعه. من ناحيه خلينا نقول بس الزون الاخيره عندك اللي بتطلع على ريجن المينا فيها اكشن من بدايه المباراه في نص المباراه وفي نهايه المباراه. برضو بنرجع ونقول كل ريجن لها ذوق كل ريجن لها طعم كل ريجن لها ستايل. لكن جمدة انتهينا احنا من تغطيتنا لليوم الثاني. خلصنا لك احنا المباراه الثانيه لريجن الاوروبي وحنعطيكم ان شاء الله الهايلايتات عشان تشوفوا بالضبط كيف قدروا ليوشي واستنوا يطلعوا بالفيكتوري رويال بنهايه هاي المباراه. وبنذهب على طول للاستوديو التحليلي وبنرجع لكم على طول بكمان معلقين جداد. نترككم بالهايلايتات ونشوفكم بعد الفيديو باذن الله. مع السلامه.